أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يجوز المداومة على الجلوس والدعاء في المسجد يوم الجمعة تحريا لساعة الإجابة، أم الأفضل الجلوس مرة وتركها مرة؟ نعم، تحري ساعة الإجابة في المسجد هذا شيء طيب، إذا إلا إنسان يبي يعطل أعماله وأشغاله فلا يصلح هذا. أما إن كان إنه ما له شغل فجلوسه في المسجد أفضل. نعم.